السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. إن شاء الله النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف تماما عن محتوى القناة. أنا يعني أول مرة أعمل فيديو تجربة لمشروبات أو لأكل عموما، بس أنا الفترة اللي فاتت كنت بحاول أدور على مشروبات يعني جديدة في السوق المصري، خصوصا أنا أصلا كنت بتابع الفيديوهات بتاعت التجارب بتاعت المشروبات الغازية الغريبة حول العالم في العالم كله يعني. فبصراحة قلت ما أدور يمكن ألاقي حاجات غريبة برضو عندنا في مصر هنا ونجربها. فنزلت كده ودورت ودعبست، فجبت دول يعني أغرب 6 حاجات يعني أنا شايفهم في السوق المصري بالنسبة للمشروبات الغازية والغير غازية. فإن شاء الله الفيديو ده هيتقسم على يعني جزئين، لان طبعا مش هقدر اشرب ده كله في حلقه واحده، لان القطع ممكن تخش ببعضها. ف يعني ايه عشان اعرف انقل لكم التجربه كامله ومظبوطه، فهحاول ان انا اخلي ايه 3 في الحلقه دي و3 في الجزء الثاني من الفيديو ده. يلا بينا نبدا الفيديو على طول. هنبدأ بأول 3 من ناحية هم، هنشيل دول على جنب. هي محتويات المعدات بتاعت الحلقة النهاردة، كوباية للأسف يعني ملقتش كوباية أنضف من دي عندي، تمام؟ يعني كل الكوبايات مش شفافة، فأنا حبيت إن أنا أوريكم اللون نفسه بتاع العصير أو المشروب الغازي، تمام؟ بشكله الطبيعي يعني، فقلت اختار حاجة شفافة. فاحنا هنبدا يعني خلي ده على جنبه برضو، هنبدا بفيروز، فيروز مكتوب فيروز، بطيخ وتفاح. انا دي استغربت يعني، طبعا اللي عارف فيروز ان هي شعير، فهي شعير ده مشروب شعير، فالناس اللي بتحب مشروب الشعير تمام. دي فيروز شعير على بطيخ وتفاح، انا معرفش بصراحه يعني دي هيبقى طعمها عامل ازاي دلوقتي، فهنفتحها ونشوف. بسم الله بسم الله بسم الله. ريحتها تفاح بصراحه يعني، هي مبدئيا كده ريحتها تفاح، فهنصب منها في الكوبايه. تمام، هي يعني لون الفيروز يعني ما فيش حاجه مختلفه، يعني لون ورغوه الفيروز اللي هي الكريمي دي الجميله. ها بسم الله الرحمن الرحيم. هي فيروز تمام، ولا انا حاسس فيها طعم البطيخ ولا حاسس ان فيها طعم التفاح، بس نوعا ما في سيك التفاح كده بتيجي في بقك وانت ايه بعد ما تبلع الشوية اللي انت شربتهم، فهي يعني نوعا ما فيها تفاح اكتر من البطيخ. انا مش حاسس مش شايف اي حاجه لها علاقه بالبطيخ في المشروب نفسه، فمش عارف يعني مش عارف، ما حبيتهاش بصراحه، ما عجبنيش يعني، شيء مش جدير بالتجربه بصراحه. وانا للاسف هديها 3 من 10، لان هي يعني انا كنت متوقع ان هلاقي طعم البطيخ مع التفاح، بس انا حاسس ان طعم التفاح اكتر بكتير، فمش حاسس بصراحه يعني ان التجربه دي تجربه كويسه. نخش على المشروب اللي بعده. عايزين ثانيه واحده، احنا عملنا الكوبايه عشان القطعه ما تخش في بعضها، وانا شربت ميه عشان ايه ما احسش بالقطم. اللي جاي معانا هو كوكاكولا تشيري، تمام، اللي هو كوكاكولا على توت، تمام، توت الاحمر دون. ف يعني بصراحه يعني انا مش متحمس اصلا للكوكاكولا، لان انا ما بحبش كوكاكولا اصلا، يعني انا من الناس اللي بتعشق السكريات اللي في الحاجه اللي فيها صودا، يعني انا ما بستمتعش بالصودا بقدر ما بستمتع الميكس بتاع الصودا مع السكريات. فكوكولا انا بالنسبه لي اصلا بشربها ما بحسش ان فيها اصلا سكر خالص، فمش متحمس. والناس عماله تقول هي للاسف دي مش توت، دي كريز، المفروض ده كريز يعني شبه الكريز فعلا. انا عمال استغرب قلت توت ايه، تمام اهي، وهنا مكتوب من هنا اهو كريز، مش عارف واخدين بالكم منها ولا لا، مش عارف هتظهر في الكاميرا ولا لا. فالناس عماله تقول ان هي ده كحه، فهنجرب ونشوف. بسم الله بسم الله، نشم ريحتها الأول. هي ريحتها غريبة جدا بصراحة، يعني ريحتها تحس إن هي كوكاكولا
ومحطوط عليها قرنفل، يعني هي جايب معايا قرنفل خالص يعني. تعال نصبها كده نشوف لونها عامل ازاي. بسم الله. لا هي كوكول عادي، مفيش اي حاجه في اللون يعني. بسم الله الرحمن الرحيم، نجرب ربنا يستر. بيض غريبه. لا بجد تجربه مش كويسه خالص من كوكاكولا. لا دي ما حدش يشتريها، ما فيهاش سكر زي ما انا قلت. تمام. طعم التوت اللي فيها يا دوبك هي شم ريحه التوت. تمام. بس هم حاطين فيها يعني طعم جوه الكوكولا مش توت خالص، مش ده يعني، قصدي مش كريز، مش ده الكريز اللي احنا بناكله. الكريز اللي هو اللي احنا بناكله ده مش هو خالص يعني. تحس ان هم مصطنعين الطعم، فطعم مش لطيف خالص يعني بصراحه يعني. لا انصح بتجربتها هي دي. احنا يعني الكوكولا دي ب 5 جنيه تمام، هي 250 مللي ب 5 جنيه صراحه. لا انصح اي حد ان هو يجربها. واحنا ما قلناش الفيروز بكامل، الفيروز ب 5 جنيه برضو نفس القصه. فانا هدي الكوكولا دي هديها 2 من 10 بصراحه، لا تستحق اكثر من ذلك يعني، تجربه سيئه جدا. هنخش بقى على اللي انا متحمس فعلا اجربه، ده الماستر سين بقى بتاع الحلقه، اللي هو مكتوب عليها فانتا مش توت. انا كنت جربت اللي هي الفانتا التوت اللي هي لونها احمر، كانت جميله جدا بصراحه. بس هم هنا كاتبين عليها ايه، فانتا مش توت اهي، وهنا كاتبين فانتا ايه ميكس. فانا متحمس جدا اجرب البتاع دي يعني بصراحه. وهم بيقولوا ان لونها ازرق من جوه، فهنشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لا الريحه بسم الله ما شاء الله، الريحه انا اول ما فتحت الريحه طلعت على وشي من غير ما اقرب مناخيري اصلا. لا الريحه يعني تنبئ ان في شيء خير. هنصب. الله الله الله، طلعت زرقاء فعلا، طلعت زرقاء فعلا. انا حاسس ان انا بشرب كلور الوان. انا عارف الكلور الوان الاقي شكله كده. هي الريحه بصراحه بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. متحمس جدا اشرب المشروب ده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جميل جميل، هو تحس ان هو فواكه، بس فواكه اللي هي الفواكه اللي هي زي التوت، التوت البري مع العنب، الحاجات اللي هي الفقعه دي. بس طعمها حلو جدا بصراحه. لا جميل، انصحكم بتجربته ده، هديله 8 من 10 عشان انا حاسس ان الصودا فيه مش قويه قوي يعني. انا بحب الميكس بتاع الصودا مع الطعم، بس الناس اللي بتحبس فكره ان الطعم يبقى طاغي على الصودا هيعجبهم ده جدا يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا جميل، تجربه جميله جدا دي، ب 5 جنيه برضو يعني مفيش اي خلاف، بس جميله جدا بصراحه. دي افضل حاجه انا شفتها لحد دلوقتي، انصحكم بتجربتها. الفيديو ده هيكون خلص عشان بصراحه انا يعني انا بطني بتتنفخ بسهوله جدا من المشروبات الغازيه. ف يعني كفايه لحد كده، وان شاء الله الفيديو الجاي تمام، الجزء التاني من الفيديو دون هيكون فيه باقي المشروبات اللي احنا قلنا عليهم. هيكون فيهم اتنين مشروبين من راني تروبيكال يعني مفهوم صودا، وهيكون معانا مشروب من فانتا او من ميريندا اسف، اللي هو بطيخ وشمام. وانا عايز اقول لكم شمام دي او شمام بطيخ وشمام، وانا عايز اقول لكم حاجه انا مقتنع بيها ناحيه المشروب دون، يعني ممكن يكون ناس كتير ما خدتش بالهم منها، واتمنى ان هي تكون صح يعني. فاتمنى يكون الفيديو عجبكم، يا رب اكون قدرت اوصل لكم التجربه بتاعتي بشكل جيد. لو عجبتكم النوعيه دي من الفيديوهات يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، ولو في اطعم جديده محتاجين ان انا اجربها او شرق ماركه معينه محتاجين ان انا اجربها يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات عشان نعمل بيها فيديو ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو دون، وتعملوا شير لو انتم حابين تشاركوه مع اصحابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.